هذا المجرية هذا انجرى من الوجبات السريعة التي ظهرت للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتقل منها إلى كافة الدول الغربية والعربية، وهو عبارة عن دجاج مخلي من العظام يمنكه بأنواع متعددة من التوابل المميزة. وأكثر ما يميزه هو قوامه الطري الرطب من الداخل، وقشرته الخارجية المقرمشة، وطعمه الحار، وعادة ما يتم شراءه مجمدا من الأسواق، كما يمكن إعداده في المنزل باتباع خطوات بسيطة سنذكرها في هذا المقال. ساندوش الزنجر المكونات: 4 قطع من خبز البرغري، 4 قطع من فيليه الدجاج المقطعة إلى قطع متوسطة، رشة من الملح والفلفل الأبيض والماسترد المطحون، ملعقة كبيرة من المايونيز، ورقة خسون، كوب من الزيت النباتي، نصف ملعقة كبيرة من الملح الصيني، والفلفل الحار المطحون، حبتان من البندورة مقطعتان إلى دوائر. مكونات التغليفة: 6 ملاعق صغيرة من الطحين الأبيض، رشة من الفلفل الحار المطحون والبيكنج باودر، ملعقتان صغيرتان من الحليب السائل، ونشا، بيضة. طريقة التحضير: وضع الطحين والفلفل الحار والحليب ونشا والبيضة والبيكنج باودر في وعاء، والخلط جيدا. وضع الماسترد والملح والفلفل الأبيض وفيليه الدجاج في وعاء والخلط، ثم تغطية الخليط بكيس نايلونين وإدخاله إلى الثلاجة مدة ساعة. إخراج فيليه الدجاج من الثلاجة، ثم تغليفه بخليط التغليفة، تسخين الزيت في قدر على النار، ثم وضع فيليه الدجاج وتركه مدة 10 دقائق أو حتى يتحمر. رفع الزنجر عن النار وتصفيته من الزيت على مناديل ورقية. شق خبز البرغري من المنتصف بواسطة سكينة حادة، ثم دهنه بالمايونيز، ثم إضافة الزنجر والخس والبندورة. الزنجر بزيت الزيتون المكونات: 1 كيلوغرام من أفخاذ الدجاج منزوع العظم والجلد، نصف علبة من اللبن الرائب، بيضة، نصف كوب من الطحين الأبيض، ملعقة صغيرة من بهار الدجاج، ومسحوق الثوم، ومسحوق البصل، والفلفل الأسود، والملح، والبابريكا الحارة، والبهارات السبعة، ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون، ورقة خسون، قطعتان من الجبنة الصفراء، قطعتان من خبز السامونة، كاتشب، زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: وضع اللبن والبيض وخليط البهارات وزيت الزيتون وأفخاذ الدجاج في وعاء والخلط، ثم تغطية الخليط وإدخاله إلى الثلاجة مدة ساعتين. إخراج أفخاذ الدجاج من الثلاجة، ثم تغميسها بطحين، تسخين الزيت في قدر على النار، ووضع أفخاذ الدجاج
وتركها مدة 10 دقائق أو حتى تتحمر. رفع الأزنجر يعني أنري. شيق خبز السامون بواسطة سكينة حادة، ثم دهنه بالكاتشب، ثم إضافة الجبن والخس وزنجر، إغلاق جيدا. أزنجر بخليط البهارات المكونات. 6 قطع من الدجاج منزوع العظم. كوب من الطحين الأبيض واللنا رائبة والقرشلة المطحونة. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. فصائن مدقوقان من الثوم. ملعقة صغيرة من كل من. الكمون والكزبرة والفلفل الأسود والملح والبابريكا الحلوة والكاري. بيضتان. كوبان من الزيت النباتي. طريقة التحضير. وضع الدجاج واللبن الرائب وخليط البهارات في وعاء الخلطة، ثم تغطية الخليط وإدخاله إلى الثلاجة مدة 8 ساعات على الأقل. إخراج الدجاج من الثلاجة ثم تركه جانبا لمدة ساعة أو حتى يبرد. تسخين الزيت في قدر على نار متوسطة ووضع الدجاج وتركه مدة 10 دقائق أو حتى ينضج. الزنجر عني النري ووضعه في طبق التقديم إلى جانب الصلصات والمقبلات. فيديو زنجر الدجاج وجبة يومية سهلة وسريعة، لكنها في نفس الوقت لذيذة.